يواجه العالم تهديدا لم يسبق له مثيل من جراء تفشي جائحة فيروس كوفيد 19، مما جعل العالم بأسره يكافح هذا الفيروس الذي أصاب أكثر من 4 ملايين شخص وراح ضحيته أكثر من 250,000. جهود جبارة تبذلها مجموعة 20 برئاسة المملكة العربية السعودية من أجل النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن جائحة كوفيد 19. I thank the G20 countries for their commitment to fight the pandemic, safeguard the global economy, address international trade disruptions, and enhance global cooperation. وقد تعهد قادة مجموعة 20 بالتزامهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من تبعات الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء، في وقت يلوح فيه شبح ركود اقتصاد عالمي بهدف مكافحة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية لجائحة كورونا. To deliver a message of hope. Hope that we can defeat coronavirus together. And that we can go back to our normal lives sooner rather than later. And I warmly welcome today's call for global action, and we are ready to respond. سجالات متبادلة بين واشنطن وبكين بسبب مصدر فيروس كورونا واتهامات من الاتحاد الأوروبي لروسيا بالوقوف وراء حملة تضليل إعلامي ضد الدول الغربية. اتهامات تتزايد وحصيلة تتجاوز 5 مليون مصاب بكوفيد 19. وأكثر من 100 شركة تتسابق لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، ترى هل هو لتخليص البشرية أم أنها حرب النفوذ والمال والسياسة؟ جهود جبارة تبذلها مجموعة 20 بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل تنسيق عالمي لمكافحة كوفيد 19. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، منظمة الصحة العالمية، جنيف.